خلال استقباله مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر لتحقيق طفرة بمساحة الأراضي الزراعية. وفد حماس يبحث في القاهرة الترتيبة الأخيرة لاتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين، وضغوط كثيفة من بايدن على جميع الأطراف للتوصل لاتفاق. وقوات الاحتلال تواصل قصف المناطق السكنية في غزة وسقوط نحو 90 شهيدا في مجازر خلال الساعات 24 الماضية. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو شو دونيو. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، والتي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، والتي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027. أعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانيا وزراعيا وصناعيا، مؤكدا التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح السيد الرئيس سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، منوها في هذا الإطار إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم. وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية بما تم منها وما يجري تنفيذه، مؤكدا حرصه على تعميق التعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد، بما يدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثا معمقا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات برا وجوا لإغاثة أهالي غزة. أعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسؤولية والتجرد، مستعرضا جهود الفاو في هذا الإطار ومؤكدا الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. وفي نهاية اللقاء سلم مدير عام منظمة الفاو هدية تذكارية للسيد الرئيس تقديرا لما يتحقق في مصر من تنمية شاملة ومتسارعة في مختلف المجالات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة المصرية على تذليل كافة التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في خوض مجال الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين. واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء مع السفير الإيطالي بالقاهرة التقدم المحرز في تنفيذ مقترحات التعاون في قطاع الزراعة وسبل دعم الأمن الغذائي لمصر
فضلا عن بحث إمكانيات التعاون لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية. من جانبه أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة عن تطلع رئيسة وزراء بلاده لزيارة مصر في إطار البناء على مجالات التعاون المشترك ما بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ما بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري، لما تمثله من دور واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين في القرى المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030. وخلال اجتماع لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، أكد مدبولي أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات من جانب وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 1667 قرية موزعة على 462 وحدة محلية ب 59 مركزا داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية. تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس التي تمت على مدار شهر فبراير الماضي، حيث حرصت اللجنة الطبية العليا خلال شهر فبراير على الاستجابة السريعة والفعالة للمواطنين. تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 991 حالة عن طريق تطبيق واتساب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكرية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجا يحتذى به في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن تجديد مسؤولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة، كما قدم التحية لأسر القادة المكرمين على ما تحملوه من عبء المسؤولية الأسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء لخدمة الوطن والذود عن ترابه المقدس. القوات المسلحة بالدفع بلجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان، وذلك في أماكن تواجدهم على مدار عدة أيام.
في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. كذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق. وخلال أعمال اللجنة أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن، خاصة قاطني المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة، إحنا بنيجي كل سنة لأبناء حلايب وشلاتين وبرماد ووادي العلاقي لتسوية موقفهم التجنيدي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بدون أي رسوم مادية. فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم. تم استلام الشهادة غير أي رسوم ولا تعب ولا أي حاجة، وبالعكس تسهيل أمور كثيرة للشباب، بالذات شباب شلتين. ألف شكر. اللجان التجنيديه جاتنا لحد عندنا وسلمتنا الشهادات طبعا بدون رسوم. طبعا نشكر القوات المسلحه لتوفير الشهاده في المنطقه وتذليل الصعاب. والجيش مركز على نقطه الصحه لانه بيحاول يبني انسان قوي متعلم بحيث يقدر يواجه به الظروف، خصوصا انه في منطقه حدوديه بيحتاج ان هو ينشئ جيل صحي قوي ان هو يجابه المخاطر الاوضاع الموجوده، فدي بتعتبر المجهود الموجوده جدا غير باقي المجالات طبعا اللي بيشارك في القوات المسلحه. تاتي تلك الجهود انطلاقا من المسؤوليه الاجتماعيه للقوات المسلحه والمشاركه في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير اوجه الدعم الكامل لهم. وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكولا للتعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة لثقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل. تأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص جهاز تنظيم الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب على توثيق روابط التعاون فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة، وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك علاقات متميزة تجمع ما بين مصر ودول الخليج، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعد ركيزة أساسية للاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية خلال أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري ما بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج في العاصمة السعودية الرياض. إن الحديث عن العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر بدول الخليج العربية الشقيقة يتطلب من الوقت ما لا يتسع له مقامنا هنا ولا تكفي له كلمة أو خطابا منفردا، فهي علاقة عميقة متشعبة الأبعاد تتشكل من ضفائر التاريخ والجغرافيا وتنسجها خيوط الإخوة والمودة والتكاتف والقرب، وفي أوقات الرخاء وفي لحظات الأزمات والعواصف، وعلى نحو أثبت في محطات مختلفة أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية والخليجية هي مصالح مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وإن العلاقات الوثيقة بيننا كانت ولا زالت ركيزة الاستقرار في المنطقة. قال وزير الخارجية سامح شكري إن الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية على الأشقاء في قطاع غزة وقد ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، وأشار شكري إلى أن الحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار، لافتا إلى أن ما يجري في غزة هو مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. اجتمع اليوم ونحن نواجه أزمات متفجرة تلقي بأعباء وتبعات غير مسبوقة على عاتقنا،
على رأسها الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء في الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تحمل تبعات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة الخطورة، لا تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما تمتد إلى المنطقة ككل وتلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين. كشفت تلك الأزمة عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة ونافذة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، أو وضع حد لهذه المجازر وللتجويع والحصار المفروضين على قطاع غزة وأطفاله الأبرياء، والتصدي لمخططات التهجير القسري لسكانه، وما تنطوي عليه تلك الأعمال من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. كما تطرق شكري إلى الأزمات التي تواجه عددا من الدول العربية ومنها السودان وسوريا وليبيا، وأكد شكري رفض مصر وبشكل كامل استمرار انتهاكات إثيوبيا فيما يخص أرض الصومال. وتأتي التطورات في ظل أزمات متفاقمة ومقلقة في السودان وليبيا وفي سوريا وفي الصومال، الذي تتعرض سيادته ووحدة أراضيه للتهديد حقيقي بتوقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم سومالي لاند، وهو التطور الذي ترفضه مصر بشكل كامل لما فيه من انتقاص لسيادة دولة عربية وهي دولة الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، فضلا أنه يأتي استمرارا لسياسات إثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو الأمر الذي بدا بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ودفعنا لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لن تفضي لأي نتائج ملموسة لما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي. وجه وزير الخارجية سامح شكري بمواصلة تحديث ورقمنة منظومة الخدمات القنصلية لتمكين المواطنين في الخارج من إنجاز المعاملات القنصلية في أسرع وقت والارتقاء بجودتها، وخلال تفقده مقر كل من السفارة المصرية والقنصلية العامة بالرياض لمتابعة سير العمل القنصلي ومختلف الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين. حرص شكري على التعرف بشكل مباشر على ملاحظات المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة والأفكار المقترحة لتسهيل تقديم كافة الخدمات. وصل وفد حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار. يأتي هذا في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها. كانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس.
ذكرت تقارير أمريكية أن الرئيس جو بايدن بدأ ممارسة ضغوط كثيفة على جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة قبل شهر رمضان. وذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالات بقادة إقليميين من أجل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن بايدن طلب إقناع حماس بالموافقة على صفقة التبادل قبل شهر رمضان. إلى ذلك أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أكد الحاجة إلى إيجاد مقاربات واقعية من أجل توحيد الصف الفلسطيني. وشدد الهباش على أن أي محاولة فلسطينية لإجراء أي نوع من الإصلاحات أو التطوير في أداء الحكومة دائما ما تصطدم بالاحتلال الإسرائيلي الذي يحتجز أموال الحكومة الفلسطينية. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعمد تفجير الأوضاع في الضفة الغربية لتسهيل تنفيذ مشاريعه الاستيطانية التوسعية وخلق مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين لإطالة بقائه في الحكم. وأدانت الوزارة الاعتداء الوحشي الذي ارتكبه المستوطنون الليلة الماضية ضد الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق رام الله بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الوزارة أن حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري، مشيرة إلى أنها خصصت شوارع رئيسية لاستخدام المستوطنين، وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالبا ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام. اتدمرت ما بلش حاجه. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية في غزة لليوم 49 بعد 100 على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30,410 من الشهداء و 71,700 مصاب، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. حرب الإبادة الجماعية التدميرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة تتواصل في ظل ارتفاع متزايد بأعداد الشهداء والجرحى والمفقودين في مختلف أنحاء القطاع. في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة استشهد أشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منازل بالقرب من مدرسة أبو حسين وكذلك لعدة مناطق مجاورة. وشهد شمال خان يونس ودير البلح تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية وغارات مكثفة، كما حصرت عشرات العائلات في أبراج مدينة حمد بخان يونس مع استمرار إطلاق النار من قبل طائرات الاحتلال المسيرة والآليات تجاه الأبراج. وشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة أبو عنزة بحي السلام، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث وانتشال الشهداء والجرحى نتيجة الاستهداف. وفي هذا الصدد أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه بشأن سلامة المعتقلين من طواقمه الذين ما زال مصيرهم مجهولا، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة مروعة عند دوار الكويتي بغزة، راح ضحيتها
عشرات الشهداء والجرحى. وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمال غزة بدم بارد. كما أعلنت ارتكاب الاحتلال 9 مجازر ضد العائلة في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، سقط ضحيتها 90 شهيدا و177 مصابا. أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل حصاره واستهدافه لمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس. وأوضحت الجمعية أن الحصار الإسرائيلي للمستشفى ليوم 42 على التوالي أدى إلى تدهور الأوضاع وبشكل كارثي. حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الحرب على النساء في قطاع غزة، وأنهن يعانين من آثارها المدمرة، حيث قتلت قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي نحو أكثر من 9000 امرأة في غزة حتى الآن. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فإن أكثر من 40 من كل 5 نساء أسرهن تأكلن نصف طعام أو أقل مقارنة بما اعتادت عليه قبل بدء العدوان. وذكرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 9 من كل 10 نساء يجدن صعوبة أكبر في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال. أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تقديرات بأن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2,200,000 نسمة سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ونشد أعضاء مجلس الأمن إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة وبشكل فوري وسريع وآمن ومستدام. وحث أعضاء المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وذلك على نطاق واسع. زار وفد من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام بمحافظة شمالي سيناء، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول كيفية استقبال الجرحى الفلسطينيين ونوعية الإصابات التي لحقت بهم والجهود التي يقوم بها الفريق الطبي في علاجهم. وقام الوفد الأوروبي بتفقد مخازن المساعدات اللوجستية بالعريش، واستمع إلى شرح مفصل من أعضاء الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وتخزينها وتكويدها وإرسالها إلى قطاع غزة وحجم المساعدات والدول التي قدمت المساعدات وأنواعها. كما قام الوفد بزيارة المنطقة اللوجستية في مدينة رفح، والتي قامت المحافظة بإنشائها لاستيعاب شاحنات المساعدات خلال فترة انتظارها تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، بجانب تفقد ميناء رفح البري. We'll be right back.
وللمزيد حول زيارة الوفد الأوروبي إلى مستشفى العريش يطلعنا الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري بالتفاصيل الآتية. زملائي في الاستديو ومشاهدين الكرام، من هنا من معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة واستمرار لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من جانب مصر، نتحدث في أكبر أو أحدث رقم هو مرور ما يقرب من 172 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، ونتحدث عن 32 شاحنة عبر معبر العوجة، بالإضافة إلى مرور 4 شاحنات للغاز والوقود. خلينا أقول أن هذه الجهود الإنسانية المكثفة والمستمرة من مصر تأتي بالتزامن مع زيارات دولية وضغط دولي كبير. ها هو وفد من البرلمان الأوروبي مكون من 5 أعضاء قام بزيارة إلى منطقة العريش، ثم تلاها مستشفى العريش في البداية، ثم بعد ذلك المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري، وفي هذه الأثناء توجهوا إلى ساحة انتظار الشاحنات، ثم توجهوا بعد ذلك إلى معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة. وفي سؤال للتلفزيون المصري توجهت بسؤال لهم لهذا الوفد البرلماني عن مدى المأساة التي يعيشها قطاع غزة، وإلى أي مدى يمكن أن يضغط البرلمان الأوروبي على إسرائيل باتجاه زيادة إدخال المساعدات الإنسانية عبر هاتين البوابتين المتجاورتين لزيادة إدخال الشاحنات وإدخال المساعدات الإنسانية. قالوا نحن موقفنا ثابت، نحن ندعو أولا نثمن الدور المصري الكبير في مجال المساعدات الإنسانية من جانب، ثم أيضا نحاول أن نضغط بكل الوسائل لوقف إطلاق النار ومن ثم زيادة إدخال الشاحنات. نحن نعرف الوضع المأساوي داخل قطاع غزة سواء على المستوى الصحي أو الطبي أو على أيضا عدة مستويات أخرى، وده يمكن لقاء مباشر سيجمع بين وفد البرلمان الأوروبي مع الذين أتوا من قطاع غزة الآن وعلى الهواء مباشرة ليتعرفوا على أحوالهم بشكل مباشر وطبيعي. إذن هذه صورة لقاء مباشر بين وفد البرلمان الأوروبي وبين من قدم إلى قطاع غزة للإطلاع وبشكل مباشر عن المأساة التي يعيشها أهل قطاع غزة سواء عن الناحية الإنسانية أو الصحية أو الطبية. حتما قالوا أننا سننقل هذه الصورة إلى الاتحاد الأوروبي. ما يعنينا أولا هو وقف إطلاق النار، عدم وجود أي ضحايا جدد، ثم الأمر الثاني والأهم هو زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر هذه البوابات وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية بشكل كبير. يمكن هذه لقطات حية ومباشرة على الهواء تجمع بين وفد البرلمان الأوروبي وبين النازحين من قطاع غزة أو يعني عدد من الذين خرجوا من قطاع غزة للتعرف على أحوالهم بشكل مباشر. إذن هذا هو الوضع أمام المعبر، مرور إنساني وإغاثي من جانب مصر بتنسيق عبر معبر رفح، وأيضا ضغط دولي يتمثل في مثل هذه الزيارات المستمرة والمتتالية من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل في اتجاه وقف إطلاق النار من جانب وفي اتجاه دخول المساعدات الإنسانية من جانب آخر. إليكم زملائي. تواصل مصر جهودها لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. في مستشفى العريش بشمال سيناء تم تخصيص مساحة لخدمة مرافق المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين يأتون عبر معبر رفح البري. إجراءات عديدة اتخذتها الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها منذ بدايات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى اللحظة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بمختلف الطرق والسبل. فهنا في مستشفى العريش بشمال سيناء خصصت هذه المساحة لخدمة المرافقين للمصابين والجرحى الفلسطينيين الذين يأتون عبر معبر رفح البري، مساحة تقدم من خلالها كافة أشكال الدعم من خلال مجموعات عمل تعمل على مدار الساعة من المتطوعين المصريين والفلسطينيين العالقين ليؤكدوا على نسيج الأخوة والمساندة لبعضهم البعض. نستقبل أشقائنا من أول الأزمة، عملنا ستاند باي استعداد بالمكان اللي حضرتك شايفه ده،
من أول الأزمة سبقنا بخطوة إن إحنا عارفين، لأننا مررنا بالحروب السابقة قبل كده من 2008 وإنت جاي لحد حرب الإبادة اللي حاليا. الشعب المصري والدولة المصرية الحمد لله واقف تكاتف كامل متمثل في مكتب خدمة المواطنين، تذليل كافة العقبات، توفير كافة الاحتياجات الحمد لله. للأمانة بقدم كل الخدمات وكل الخدمات واللي بوفروها بوفروها للشعب الفلسطيني، لأنه أنا بعتبر أنه الشعب الفلسطيني والشعب المصري شعب واحد ودم واحد. وجدنا هنا إحنا بين عيلتنا، إحنا في أسرتنا، دايما مصر أم الدنيا، مصر العروبة بتقدم دايما كل الدعم وكل المحبة وكل تحتضن الشعب الفلسطيني احتضان. أول دخول المصابين والأذى طبعا بيستقبلوهم بيسجلوهم في المستشفى وبيجوا هنا، كل فرد بياخذ الشنطه بتاعته وهدومه، اي حاجه مستلزمات من احرامات مخدات وفرونه بالراحه، وجبه غداء طبعا بيجيبوا لهم كل يوم بالفطار والعشاء. اي مريض بيجي بيتوجه للعياده الخارجيه تمام بياخذوه، وبناخذ الفريق اي حدا بيروح على الخيمه العيادة الخارجية بوفلورو وسبل الراحة. استطاع المتطوعون هنا أن يرسموا ابتسامة على وجوه الأطفال الفلسطينيين رغم ما يكمن بداخلهم من قصص وحكايات مؤلمة، إلا أنهم وجدوا من أرض مصر مساحة ليتبدل خوفهم أمنا، ويجدوا من يحتضن أحلامهم في البقاء بجانب أسرهم الذين وجهوا الشكر لمصر على مساندتها لأشقائها، فهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا عندما يتداعى أحدهم بالسهر والحمى. مصر نحبها عشان تعطينا ألعاب وحاجات وتلعبنا في الأوضة الألعاب. إحنا جينا من غزة نعالج أمي، وهنا لقينا يعني مكتب خدمة المواطنين يساعد الفلسطينيين المصريين، طبعا يساعد الفلسطينية، وأنا حبيت أن أتطوع يعني معهم، وحبيت أن يعني أخدم الفلسطينيين زي المصريين ما بيخدموا الفلسطينية. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على احتضاننا وعلى توفير العلاج لنا وكذلك احتضان المرافقين وكافة الخدمات اللي بيقدمها لنا. صار قصف علينا والولد عينه راحت وإم استشهدت وولاد أخوي اللي هو أخي وتستشهده، وجينا تحويل على مصر للعلاج عشان يعملوا له يعني شوفوا إيش في العلاج في عينه، واستقبلونا أحسن استقبال المصريين يعني شكرا مصر، وكتير بنحيي مصر وخدمة المواطنين. هنا المكتب ما قصرش معانا، قدم لنا ملابس، قدم لنا أكل. شكرا مصر. جهود مصرية كبيرة لم ولن تتوقف لدعم الأشقاء الفلسطينيين بإرسال المساعدات الإنسانية برا وجوا، واستقبال المصابين والجرحى والحالات الإنسانية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، باستمرار تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للفلسطينيين في قطاع غزة. محمود جميل، التلفزيون المصري. أخبار السادسة مشاهدينا لا تزال مستتابعون فيها. مصر تؤكد دعمها الجهود الرامية لانتخاب رئيس جديد للبنان بعد 16 شهرا من الشغور الرئاسي. أكدت مصر دعم الجهود الرامية لانتخاب رئيس جديد للبنان بعد مرور 16 شهرا من الشغور الرئاسي، وخلال مشاركة سفير مصر لدى بيروت على مساف اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية حول لبنان مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. أكد موسى حرص مصر على استقرار لبنان الشقيق بدوره، ثمن ميقاتي جهود الدول الخمس المخلصة لدعم لبنان ومساعدته لمواجهة مختلف التحديات والظروف الراهنة، مؤكدا أن انتخاب رئيس جديد هو بداية الطريق لاستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية والشروع في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة لخروج البلاد من أزمتها الحالية. أكد الجيش الأمريكي أن السفينة روبيمار المملوكة لشركة بريطانية غارقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته قوات الحوثي في اليمن في 18 من فبراير. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطرا بيئيا
في البحر الأحمر. أكد وزير خارجية السودان علي الصادق أن رفض قائد قوات الدعم السريع دمج قواته في الجيش السوداني لتكوين جيش موحد يعد السبب الأساسي في إشعال الحرب، وأوضح أن الحكومة السودانية رغم فرض هذه الحرب عليها إلا أنها ملتزمة بالتفاوض السلمي ومنفتحة على كل المنابر والمبادرات. وأوضح وزير خارجية السودان أن تنصل قوات الدعم السريع من تنفيذ بنود اتفاق جدة شكل السبب الأساسي لعدم إحراز تقدم في هذا الإطار. وفي سياق آخر، أعرب وزير خارجية السودان عن تقدير بلاده للجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة بقرية الرزيقاب حري بمركز أرمنت جنوبي محافظة الأقصر. وتستهدف المبادرة تقديم الدعم للأهالي بالتعاون مع الجهات المعنية بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين. تحت عنوان أنت الحياة، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة بقرية الرزيقات بحري جنوبي محافظة الأقصر. المبادرة تستهدف تقديم الدعم للأهالي بالتعاون مع الجهات المعنية بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وبخاصة في قرى محافظة حياة كريمة. احنا الأول جايين نقدم الخدمات بتاعتنا، مجمع من مصر بيقدم طبعاً فرص عمل للشباب، بنقدم الوظائف المتاحة عندنا عمال، مساعدين فنيين، مؤهلات عليا إداريين، بنقدم لهم تأمين صحي، تأمين اجتماعي، مرتبات مجزية، السكن طبعا، السكن بيبقى سكن مجهز فيه تلاجة، غسالة، بوتاجاز، حمام، مطبخ. احنا دورنا ان احنا بنوعي الأطفال بحقوقهم، ايه هي حقوق الطفل، بنعرفهم ازاي هو يقدر يحصل على حقه في التعليم والحماية والصحة، وكمان بنكلمهم عن الآليات اللي المفروض المجلس بيوفرها زي خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة. وتستمر المبادرة على مدار عدة أيام في تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة وتنظيم أنشطة رياضية. القفلة تخدم المواطن المصري برضه، خصوصا معنا فريق التسجيل مطوعين حياة كريمة بيسجلوا المواطن، بيشوفوا احتياجات المتواطن عشان ننزل على الأرض ونشوف المواطن. المبادرة فيها موجود تسديد غارمين، عمل كرنيه الخدمات المتكاملة لأخواتنا ذوي الهمم، وفيها بتستهدف التمكين الاقتصادي إلى أن نوصل خدماتنا لشبابنا. وبعد كده في كانت فعاليات ثقافية للأطفال بالاشتراك مع وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة. مؤسسة حياة كريمة تقدم كذلك من خلال مبادرة أنت الحياة مؤسسة حياة كريمة تقدم كذلك من خلال مبادرة أنت الحياة الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال. مبادرة أنت الحياة شملت كذلك قوافل طبية وتوعوية ودورات تدريبية للشباب على المهارات الوظيفية وإعداد استمارات للغارمين والغارمات لتسديد ديونهم. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية مجانية تنموية شاملة بقرية أولاد سيف التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 450 مواطنا ومواطنة من أهالي القرية، مع تحويل 12 حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق. كما شملت أعمال القافلة تنظيم ندوات توعوية للأهالي. اختتمت القافلة الطبية بوحدة الحمراوين الصحية بالبحر الأحمر أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة خلال يومين بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل 112 حالة بمختلف التخصصات الطبية بالقافلة، والتي تضم عيادات متنوعة ومعملا الدم والطفيليات وصيدلية تضم مئات الأصناف من الأدوية التي يتم صرفها بالمجان للمواطنين.
احنا هنا بنقدم للمريض، المريض بيدخل بنعرف نحاول نعرف منه المين كومبلين، الشكوى الرئيسيه اللي هو جاي بيها، بنحاول نوصل معاه لادق تشخيص بسبب الشكوى اللي هو جاي بيها النهارده. بعد كده لو احنا عايزين تحاليل او كده، في تحاليل متوفره عشان تساعدنا ان احنا نوصل لافضل تشخيص ليه وافضل علاج ممكن نقدمه ليه. بنقدم جميع الخدمات بالمدان ضمن العياده المتنقله اللي هي عياده المعمل خاصه بفرع الكيمياء، بجميع التحاليل الموجوده هنا بالمجان على راسهم التحليل الهيموجلوبين للكشف المبكر لحالات الانيميا بانواعها، السلاسيميا، حالات الانيميا نقص الحديد. نشكر القائمين على القوافل الطبيه لما يقدمون من خدمات لافراد قريه الحمروان. القريه ان شاء الله مبسوطه وتمام. قدمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة الرعاية الطبية ل 1170 حالة، وتم صرف الدواء بالمجان ضمن قافلة تنموية شاملة في قرية شبرتنا بمركز بسيون في محافظة الغربية. وضمت القافلة 12 عيادة طبية متنوعة بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، كما شهدت إجراء اختبارات محو الأمية ل 170 مواطنة وتقديم عدد من الخدمات البيطرية. بنيجي قبل القافلة بنختار القرية اللي هي مستهدفة، احنا دلوقتي ماشيين بكل القرى بننزلها بالتدريج لحد ما نخلص المركز بالكامل. بنيجي القرية بتاخد موافقة في أول الشهر، بنيجي بعد كده بننزل استكشاف للقرية، بنحدد المكان الأصلح لإقامة القافلة مع التعاون مع جامعة طنطا. بنيجي نهر القافله قبل القافله بساعه، بنكون دورنا ان احنا نقف على العيادات ننظم دخول الناس، بنساعد الناس ان هم يوصلوا للعياده. المريض بيجي بيتقيم وبيتعمل له كل الفحوصات اللازمه، وبعد كده لو المريض بيحتاج مثلا علاج دواء بيتصرف له من الصيدليه، لو المريض بيحتاج ان هو ابحاث متقدمه بيتحول لجامعه طنطا بيقوم بكل الفحوصات هناك. بنشكر حياه كريمه على انها وفرت لنا جميع انواع التخصصات، والكشف مجاني والعلاج برضو ايه مجاني. والآن مع جولة لأهم وآخر أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال يقدمها الزميل محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا غدائي وشكرا مشروق. الأخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان مصر ودول بريكس فرص واعدة، وذلك في إطار سلسلة التقارير المعلوماتية التي يصدرها المركز. وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول بريكس، ومن بينها خلق فرص وآفاق تعاون مستقبلية واعدة بين مصر ودول المجموعة، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول بريكس مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب ميكروسور، لتصبح مركزا يربط إفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن عروضا معلوماتية تسلط الضوء على النتائج المباشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، وذلك في الطريق لاستعادة أمجاد إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية.
وافقت الحكومة على صرف 307 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو لعدد 426 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. بهذا يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8.5 مليار جنيه لنحو 43,500 مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 505,000 رأس ماشية لتوفير المزيد من اللحوم والألبان. أشاد المواطنون بمحافظة سوهاج بمعارض أهل رمضان والتي تم افتتاحها بمختلف مراكز المحافظة، وتهدف تلك المعارض إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث تشهد المعارض إقبالا كبيرا من المواطنين لتوفر جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق، بينما تشهد هذه المعارض متابعة من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة مع ضمان جودة المعروض من السلع بما في ذلك جودة اللحوم البلدية والمجمدة المعروضة. طبعا الدولة موفرة كل السلع الغذائية في معارض أهل رمضان بأسعار مناسبة ومخفضة. بالنسبة للحوم البلدي، احنا دورنا كطب بيطري بنمر على كل منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن والأسماك، ومنها منافذ معارض أهل رمضان للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة في المعارض. طبعا المعرض هنا بيبيع اللحوم البلدية سعر الكيلو 300 جنيه، سعر في متناول المواطن العادي. فاحنا كطب بيطري بنحب دايما نمارس الدور الرقابي، أو من واجبنا الدور الرقابي على المنتجات والسلع الغذائية الخاصة بالإنتاج اللحوم ومنتجاتها. المعرض متوفر فيه جميع المنتجات والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وموجود بسلعات رمضان واليميش بتاع رمضان. احنا نتمنى ان المعارض دي تستمر معانا طوال العام. المعارض موجود في العارف بمحافظة سوهاج، والمعارض موجودة على مستوى الجمهورية. احنا بنتمنى ان المعارض دي تستمر والدين معانا بالأسعار المخفضة المتاحة لجميع المواطنين. وإلى خبرنا الأخير في هذه الوقفة الاقتصادية، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن أي انخفاضات في أسعار النفط أو تمديد لتخفيضات أوبك بلس قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجية. وأضاف الصندوق أن العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية وتقليل التعرض الاقتصادي لصدمات أسعار النفط. وأشار صندوق النقد إلى أن العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو، وأن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6% في 2023 بعد توقف النمو في 2022. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى شروق ورغاي. شكرا لك محمد عبد الله. إذن مشاهدينا بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال استقباله مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم السيسي يؤكد سعي مصر لتحقيق طفرة بمساحة الأراضي الزراعية. وفد حماس يبحث في القاهرة الترتيبات الأخيرة لاتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين، وضغوط كثيفة من بايدن على جميع الأطراف للتوصل للاتفاق. قوات الاحتلال تواصل قصف المناطق السكنية في غزة وسقوط نحو 90 شهيدا في مجازر خلال الساعات 24 الماضية. انتهت نشرتنا الإخبارية، دمتم في رعاية الله. في تمام التاسعة جولة إخبارية مجددة، إلى الملتقى.